وأنا متجبس كان في اتجاه من القيادة السياسية في الثورة في الوقت ده إن يعمقوا البطولة وكده، فلازم يعملوا ملحمة أدهم الشرقاوي عشان يعمقوا البطولة في الشباب، لأن شاب وصار على الاستعمار التركي وعلى البشأغة وعلى اللي كانوا حاكمين في الوقت ده. فراح المخرج الكبير يوسف الحطاب يعرض على العظيم الأستاذ محمد حسن الشجاعي مستشار الأغاني إنه عاوز يرشح له واحد من المطربين دول، عبد المطلب، عبد الغني السيد، كريم محمود، من الناس الكبار دول، عشان هيغني 85 موال يروي قصة أدهم الشرقاوي في ساعتين في الراديو، التمثيل نص ساعة والغنى ساعة ونص، 85 موال. فالأستاذ شجاعي راح شاطب على الأسماء دي كلها وراح كاتب محمد رشدي. فكبير المخرجين انزعج، قال له مين محمد رشدي؟ أنا ما أعرفوش، ما كانش حد لسه يعرفني خالص. فقال له أنا أعرفه، هو اللي يقدر يفهم دي وهو اللي يقدر يغنيها. يوسف الحطاب قال له يا أستاذ شجاعي حرام عليك، ده 85 موال وسهرة يعني هيغنيها، هتتغنى يعني ساعتين في الراديو. فقال له بقول لك يا محمد رشدي أنا. فقال له يبقى محمد رشدي أرحم بقى. فكمان جه يوسف الحطاب لقى محمد رشدي ده جايب عكازين رجليه مكسوره ومكسره، فالواء الراجل انقض، ايه الراجل ده اللي المرشحين واحد مكسر كمان جاي يقولها، يقول الحادثه اللي انا اصبت فيها يعني. انا مدوني الملحمه، رحت في سوق كانتو في المسكي، جبت الاسوانات القديمه وجبت الاغاني القديمه كلها، كل من غنى في مصر في تاريخ مصر الموال المسجل، حاجة زينب المنصورية، محمد العربي، الطنطاوي، كل الناس دول، واستعنت بفرقة وزارة الثقافة الأرغول والنيات والوفطات دي كلها، وجبتهم، كنت ساكن في جاردن سيتي وجابوا لي البوليس مرة إن أنا جايب الناس دي وعمال 85 موال بقى مسمع بلحنهم وبغنيهم يعني. ما طولش عليكي، تمت. فيوسف الحطاب كمان لحط اسمي لا مغني ولا ملحن، وقال لك فكرة وإخراج يوسف الحطاب وزاعت. فأنا قعدت عيط ورحت الكمال الملاخ الله يرحمه وللصحافة، هيكت الدنيا الصحافة عليه وقالوا يغني 85 موال والمخرج ما يقولش اسمه، وبعدين صلح وكتب اسمي بعدين كده. نجحت التمثيلية لدرجة الترومات كانت بتقف والأتوبيسات كانت بتقف، لما بعد صلاة الجمعة تزاع كانت الترومات في الشوارع تقف والأتوبيسات، وكانت حكاية كبيرة قوي. الفكرة أغرت المنتج رمسيس نجيب إنه يعملها فيلم، بس اللي عملها فيلم ما جابش رشدي، جاب العظيم عبد الحليم حافظ، وده أول مرة في تاريخ حياته عبد الحليم يغلط يعني، كانت غلطته يعني إن هو ما طلعش بطل ولا مثل، ده طلع يروي بس في الفيلم، وكان البطل عبد الله غيث. وأنا سعيد إني بقول الكلام ده عشان في كتير من إخواننا مش لا داخل عليهم لبس المسألة، إيه الحكاية؟ فهي بس منين اجيب ناس لمعنات الكلام يتلوه شبه المؤيد اذا حفظ العلوم وتلوه الحادثه اللي جرت على سبع شرقاوي، الاسم ادهم لكن النقب شرقاوي. مرسي جميل عزيز خد البلوك ده بس، وانما الف لعبد الحليم يعني مواويل تانية غير اللي قلتها. فكلفه الاستاذ مرسي جميل العزيز، الف له المواويل، وكلفه الاستاذ محمد موجي يلحن المواويل، انا في ادهم انا اللي عاملها. واتعرض فيلم ادهم الشرقاوي، فانا صعبت على الناس تخيلت ان الاستاذ عبد الحليم خد عملي وهو راجل كبير ومش محتاج ان يغني حاجه زي كده، ولا يغني شعب ولا يقول موال، طب ليه ايه وماله، ما انا كان اسيب الواد ده في حاله. انا قلت حتى في مذكرات كتبتها ان بغناء عبد الحليم ادهم الشرقاوي خدني وركبني الاسانسير اللي بيطلع الدور العشرين اللي ما حدش بيطلع له، هو ركبت معاه، سهل سرعه النجاح، سهل لان الناس تعاطفت معايا، هو كان عنيد جدا. فراح مغني التوبه اللي هي نجحت دلوقتي، اللي بنغنيها مياله يعني نجحت دلوقتي في الوقت ده، فراح هو عامل التوبه، فرحت انا عامل في حسن المغنواتي برضه التوبه. فالجرد هجمته بقى عشان كل ما اقول التوبه، وقالوا بقى ايه ده بايه بياخد لون محمد رشدي وبتاع. برضه
كان هو عنيد جدا ومشي الى ان غنى على حزب ذات قلبي وسواح، فكانت ضربه قاضيه بالنسبه لي يعني، لان نجح نجاح بشكل غير عادي. وبعد ما نجح في هذا اللون واثبت وجوده في الحته ديت، راح رجع تاني اي موعود بالعذاب يا قلبي وزي الهوى، وراجع للونه الاصلي وخطه.